مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سوبر كيدز. طبعا قبل الفاصل شفنا سكتش المغبون اللي قدمه مجموعه من اطفال واولاد سوبر كيدز، كانوا بيقدموا رساله لحقن الدماء في صعيد مصر. وطبعا كان معانا مجموعه من الاطفال، طبعا صاحب الفكره ومؤلف الفكرة هيكون معانا ضيفنا النهاردة اللي بيشرفنا النهاردة في الحلقة التانية. للحلقة التانية اللي معانا في البرنامج المخرج الشاب بلال العربي، أخرج أعمال كثيرة أبرزها سر الكتاب 18 ومسلسلات تلفزيونية زي عفريت نص الليل والبابا يجا. مشرفنا النهاردة المخرج الشاب بلال العربي. أهلا بيك يا بلال، اهلا صباح بيك استاذ الخير. عائشه، صباح الفل طبعا واهلا بالكرو، اهلا بالمخرج استاذ وليد مخرج برنامج. نورنا النهارده في استوديو الصحه والجمال. ميرسي. طبعا عاوزين اول حاجه نبدا بيها، طبعا انت معانا دي الحلقه تاني مرة. الثانيه تكون ضيفنا، فطبعا عاوزين بقى تكلمنا الاول عن السكتش وفكره السكتش وانه تنفذ اصلا في وقت بسيط خالص، فكلمنا الاول عن الفكره والرساله اللي عاوز توصلها للمشاهد من السكتش. سؤالا، طبعا كان الوقت ضيق جدا ان احنا ندرب الاطفال على السكتش ده، وبالذات السكتش صعب زي ما الناس شافت. الشغل مع الاطفال عامه يعني وكان صعيدي، وكان يعني كان محتاج فيه اداء وفيه شغل يعني. فانا دايما بحب لما بعمل اي حاجه مهما كانت حتى لو صغيره، يعني بحاول ان الموضوع يكون يعني يبان شكله حلو وشكله كبير يعني. ف بمعنى صح، يعني يبين فكرة كويسة بس يبان ما فيش الشغل، رغي كتير، يبان يعني دي الشغل. أحسن حاجة في شغلك بصراحة. بس فكنا يعني احنا لما انت قلت لي الفكره، احنا عايزين نعمل حاجه للاطفال تبقى جديده ومختلفه، وكانت فكرتك في البدايه. فقعدت لا بصراحه افكر الفكرة نفسها فكرتك، احنا قلنا سكتش بس يعني. فكره السكتش نفسها كانت يعني بتتكلم عن التار، وان ازاي ان احنا يعني الموضوع ده موجود عندنا في صعيد كتير قوي، صح، ان يعني بيحصل هدر كتير من الدماء للناس بسبب تار. ممكن الموضوع في الاول في الاخر يكون خاطئ يعني، يعني ممكن يكون اصلا جريمه القتل حصلت، او القتل حصل بيبقى زي خطا، ما زي فبناء عليه صح بيحصل ناس كتيره جدا في عائلات بتموت يعني. حبيت ان انا يعني نوصل الرساله دي للناس، وفي نفس الوقت الاطفال نفسهم وهم صغيرين اي حاجه يعني بتبقى بالنسبه لهم بتعلق معاهم، بتفضل معاهم طول الوقت. فلما هم من صغرهم يبقوا عارفين حاجه زي كده، فده هيأثر عليهم كتير قوي بعد كده، وان هم يبقوا عارفين ازاي ان دي حاجه مش كويسه خالص، وان هم يعني ما يفكروش في حاجه زي كده، فكره الانتقام عموما يعني. طيب احنا نبدأ بقى بسؤال تاني، يعني في ظل الجائحة اللي كنا فيها COVID-19، يعني عاوزة أعرف هل السينما اتأثرت بده، السينما العربية والغربية هل اتأثرت بده أو لأ أكيد من وجهة نظرك يعني؟ أكيد ما فيش شك طبعا، اقتصاد دول كتير قوي اتأثر، ومنها السينما، صناعة السينما اتأثرت. بنصرف كتير قوي على الأفلام وعلى المسلسلات بالذات. طبعا احنا المسلسلات تي في، فمش بنحتاج ان احنا نروح السينما. فجائحة كورونا لما حصلت، المرض كمان معدي، فاللي هو مش هينفع ان انا اكون فعلا متواجد مع حد علشان، فده طبعا يعني هو بينطبق في تقريبا السينما كل يعني المؤسسات بشكل عام اتأثرت، بس تقريبا السينما بشكل أكبر. اكتر، لان انت عشان تتفرجي على فيلم فبتروحي تقطعي تيكت وبتخشي السينما. فدلوقتي احنا بنصرف على السينما او الفيلم، بتصرفي ملايين وانت مفيش انكم، ده يعني مش هتعرفي ان انت تجيبي ده، لان طبعا مفيش حد دلوقتي، احنا يعني طبعا مفيش حد فده بينزل بعض السينما. الأعمال بتتظلم بمعنى أصح. فده برضو بيخلينا ان احنا ممكن نفكر بشكل تاني، ان احنا وهو موجود في دول كتيره، مثلا زي منصه نتفليكس، دي حاجه تي في، فاحنا ليه ما يعني الموضوع ده ما يخليناش احنا نتجه ان احنا نعمل افلام تي في. ده وده حصل، فكر الشباب اللي المفروض وده حصل، القادم ده فعلا. حصل، بدأ يعني، ده موجود بره من كتير قوي، احنا بدأنا نطبقه ريسنتلي يعني مؤخرا، ان احنا ابتدينا نفكر في دي. فليه يبقى في حاجة معينة تخلينا نتجه او نغير تفكيرنا؟ ما احنا كان بالاول احنا ممكن نعمل افلام. وفي نقطة برضو، موضوع ان الفيلم بيتكلف كتير قوي، ليه ما نعملش افلام لو بادجت وننزلها على المنصات على طول، مش شرط سينما، لان انت بتنزلي سينما عشان تجيبي حق اللي اتصرف. ولو بادجت مش معناها ان انت تعملي كواليتي قليله، لا، انت لو بالظبط بادجت، لان كمان معظم شركات الانتاج دلوقتي بقى عندها معدات بتاعتها، عندها الكاميرات، عندها صح الكرو، فعلا. عندها الناس دي. فانت لما تيجي تصرف هتصرف على حاجات تبقى يعني ممثلين، او اذا كان لوكيشنز، وبرضه بيبقى عندنا لوكيشنات كتير قوي نقدر ان احنا نوفرها. ف
فده المفروض يعني خلينا نتجه ان احنا نعمل افلام اللو بادجت، ان احنا ننتج ونذيع تي في يعني. هي فكرة كويسة، وزي ما بقول ان ده فكر الشباب او الجيل القادم يعني. وعاوزة بقى اعرف منك، مع العالم طبعا بيتقدم بينا، فعاوزة اعرف ايه التقنيات الحديثة اللي دلوقتي بتستخدم في الاخراج؟ بصي دلوقتي بقى يعني كل يوم تقريبا بقى بقينا في جديد، التكنولوجيا دلوقتي في كل حاجه، الكاميرات اللي بتشتغل بيها، المعدات، الفكر نفسه بتاع الاستخدام الكروما في بقى دلوقتي بقى كتير قوي بره، احنا تقريبا هنا قليل ما بنستخدم كروما مثلا في افلام او حاجه، فلازم نبقى ابديتد دايما بره. احنا طبعا معقل الفن والسينما هي هوليوود، فنخلي الافلام الكبيره ريفرنس لينا، ان احنا لما نيجي نخرج بره الافلام النمطيه. يعني انا مثلا واحد من الناس لما بيجي لي ورق مثلا عشان اشتغله بتفرج عليه، مثلا بيبقى الموضوع مش يعني عادي، يعني بمعنى ان مثلا بيبقى في مسلسل او فيلم دلوقتي بقى خلاص لوكيشن، وبتيجي مثلا تاخدي كادراتك وزواتك عاديه، المشهد يعني بيبقى ما فيهوش شغل يعني. فليه لا ما نسعاش ان احنا، عشان كده انا بحب اشتغل رعب بس. انا ده سؤال كان المفروض اساله لك، وانت كويس ان انت قلت. يعني ليه شغل الرعب او عموما من اصعب طبعا التنفيذ، فعلا وبالذات هنا احنا لما بنطبقه الموضوع بيقلب معانا كوميديا. احنا معانا ايه رعب؟ احدث حاجة عملتها ايه؟ اخر حاجة في عفريت نص الليل. عفريت نص الليل احنا معانا الميكنج بتاعه، لو ممكن نعرضه. تمام، تمام. هو برضو بيتعرض يعني. الميكنج عفريت نص معانا. الليل انت ده البابا ياجا، ده البابا يوجا. ده احنا عاوزين عفريت نص الليل. مسلسل قصير، 4 حلقات. حتى لما كنت بنفذه الناس بتقولي طب ليه 4 حلقات يعني اشمعنى؟ فعلا ليه؟ بس انا ملاحظة حاجة دلوقتي عموما في التلفزيون، ان اكتر المسلسلات طالعة بحلقات بسيطة. برضو بقينا نطبق ده مؤخرا. هو فعلا مؤخرا يعني، تقريبا كان نصيبي واسمتك كل وكان الحاجات دي هتلاقيها الا انا اللي سباعيات هو هتلاقيها. حاليا. ما هو انا عملت ده من قبل من قبل ده فعلا، كل ده. لا فعلا انا معاك في دي، فعلا ده انت حقيقي. عملت ده ليه؟ قبل. علشان اوريدي ده موجود بره. انا كل حتى انا كبلال كل دراساتي ورؤيتي عن الاخراج، احنا عاوزين نص الليل. تمام، تمام كل معاك. دراساتي عن الاخراج بتكون من مخرجين عالميين. انا باخد الريفرنس بتاعي من بره، هيتشكوك، وودي ألان، كريستوفر نولان، كوينتين ترنتينو. انت ما فيش يعني، طب انت في الاخراج يعني مثلك الاعلى مين بالنسبه في نولان، مصر؟ في مصر في مصر في مخرجين طبعا عظماء طبعا، عمرو سلامة، في مروان حامد، دول انا بسأل عشان لاحظت برضو، عشان المشاهد يبقى عارف ان برضو في مصر مش بره لا لا بس في، يعني. وكمان في شباب مخرجين دلوقتي بدأوا يتجهوا فعلا ان هم يعملوا حاجة اوت اوف ذا بوكس، يعني ان هم يعملوا حاجات مختلفة وجديدة وحلوة يعني. بس حتى لما تيجي بص، هو احنا ده الميكنج معانا. ده عفريت نص الليل، ده ده عفريت سبعية، ده 7 حلقات بس. 7 حلقات يعني. ده كلمنا بقى، اخترت الممثلين ازاي؟ فكرة 2 شباب، احمد نشأت وياسر ربيع مؤلف المسلسل. هو رعب برضو. رعب كوميدي. تمام، بيتكلم عن رعب كوميدي. رعب كوميدي، دايما بنطعم نترجمها بقى شوية. دايما بنطعم الرعب بحاجة، بقصة، في قصة او خط درامي كده بيبقى ماشي مع الرعب يعني، مشاهد الرعب. فدي المفروض ان هو بيتكلم عن شركة اسمها عفريت نص الليل، لما حد يكون عنده بيت مسكون، حد ملبوس، فبيتصل بالشركة دي. وباي ذا واي يعني هو المسلسل ده، لو يعني الفكرة دي هي فكرة مسلسل مطروح حاليا، بس هي اصلا بتاعتنا من من بدري، احنا البداية بدأنا فيه يعني. من كتير قوي. بس فهو ان شاء الله ناقص له تقريبا 2 او 3 ايام حلو تصوير. ان انت بتستعين بشباب. كلنا شباب، ده كلنا دي شباب، حاجة حلوة و جدا. وشباب كواليفايد جدا يعني الشباب فعلا كمنتاليتي بقى وكفيجن جديده، والناس كلها ابديتد باخر حاجه يعني. الشاب دلوقتي بقى اوير ببره. انا بتكلم في حته ان بعض الشباب عندنا، شباب كتير موهوبه بس مش واخدين فرصتهم بالظبط. قوي، فده دي حاجه كويسه طبعا.
مش واخدين فرصتهم، ده حاجة للأسف اه يعني. اه ما ده انا قلته قبل كده اه عندي برضه في حلقات، ده بس البوستر الشباب بتاع عفريتهم في والأطفال، البيت والأطفال لازم يبقى في سبوت عليهم كبير قوي، إن الناس دي صدقوني عندهم أفكار حلوة فعلا. جدا انا بشوف ويكسروا مواهب الدنيا. فعلا، عندك حق. وطبعا انا بحييك ان انت بتستعين بالشباب، ودي حاجة كويسة جدا وتلفت النظر قوي يعني. مكير محمد حمدان يعني حاجة 20 سنة، 21 سنة برافو وشايل عمل. ما شاء الله. أصلا ده كمان خلي بالك بطولة طلبة معهد فنون مسرحية. ده ايه بقى، مشروع التخرج ولا لا ده لا ايه؟ هو المسلسل، اه المسلسل نفسه ده المسلسل نفسه. بطولة شباب، بطولة شبابية. البابا ياجا كان بطولة شباب برضو، أربع شباب. اه في شفت برضو البابا نقطة ياجا. عايز أتكلم فيها مهمة قوي، إن إحنا علشان دلوقتي عشان تيجي تعملي عمل كبير سينما أو مسلسل، بيقول لك أنت معاكي مين تبيعيه، لازم يبقى ايوه نجم. صح دي نقطة بالظبط. مهمة اه قوي اه وبتوقف ناس كتير قوي على الإنتاج، ودي حاجة يعني وحشة جدا، فعلا وحشة جدا. فعلا. اتفرج على العمل وبعد كده، ودي ده وبعدين احكم، بيأثر في التوزيع وفي الإنتاج. ما هو أنت ده اللي خلى ان الشباب ما بيطلعش نجوم شباب كتير، فهو ده اللي مأخر بره، الدنيا شوية. بره هتلاقي بيشيلوا افلام شباب يعني. توم هولاند مثلا لما عمل سبايدر مان كان لسه برضو يعني، كان لسه مش ستار يعني. وعندنا بعض الشباب بره برضو خدوا فرصتهم، زي مين؟ مينا زي مسعود، مين؟ ايوه مينا مينا مسعود مسعود، كان اول بطولة ليه في علاء الدين، علاء الدين. وفي برضو في كتير، في كتير شباب بره بيشيل يعني، بيشيلوا يعني بغض النظر عن فعلا. المصريين او احنا لينا او احنا كمصريين مالناش طبعا. طب اخيرا بقى، بس ناخد، احنا معانا دلوقتي فقره اطفال، المفروض ان الاطفال هيقدموا في تمثيل وفي رياضه، فهنشوفهم مع بعض وبعدين بيس نكمل. قشطة فهيكون معانا مرام، بس بعد الفاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في حلقتنا النهارده من برنامج سوبر كيدز، ولسه منورنا المخرج الشاب بلال العربي، ومعانا زي ما قلنا قبل الفاصل اطفال، زي ما اتكلمنا بالظبط وقلنا ان في اطفال مواهب لازم يكون في سبوت عليهم. أكيد. فيكون معانا النهارده مرام وإلي، صح كده؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الاثنين موهوبين في التمثيل جدا، فاحنا عاوزين نشوفهم مع بعض بقى، ولو في اي يلا كومنت بينا. عليهم نديهم. فنبدا بمين النهارده؟ مرام، الاول تعرفني بنفسها وقولي اسمك سنك. اسمي مروان محمد، عندي 11 سنة، بحب قوي التمثيل، ومن زمان نفسي اطلع ممثلة. حاساكي مكسوفة ليه؟ طب انت هتقدمي النهارده؟ حاجة بلدي على كوميدي. طيب يلا بينا نبدا. يلا ايه، معلش كده شوية. جواز عتريسة من فؤاد باطل، جواز عتريسة من فؤاد باطل، ايوه باطل. ارجوك يا ناس، بني صغيرة يحصل لها دي، يعني اني بقى متجوزة من 3 سنين وما يفكرش يجيب لي فصاصة من اللي بتصفر. بقى خديجة بنت وهدان العفش اللي كانت بتسأل من جيب الكراميل، جوزي يجيب له ملبس فراولة وتاكله وتقعد تغيظني قدام الدوار. بقى فاطمة بنت حاج سليم اللي كنت بغلبها في البلايستيشن، جوزي يجيب له لبنتين لبنتين بحالهم، واحدة مسيكي والتانية تشيك تشيك، تربمي على بعض يعملوا بوك بقى قد كده. وأني عتريسي مرات فؤاد العمدة، ما يفكرش يجيب لي حاجة حلوة في الفلانتين. تباني بقى مش هجعله الدوار، وهروح دلوقتي عند دوار ابويا، مش هجعله اللي بورس مسمية ومال بن حبل، لا تجيب لي الشوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. ايوه امال ايه، داني الكبيرة. شاطر، برافو عليكي. طبعا بلال هيقول لنا رأيه، بس ناخد إلي بقى. بشكرك يا مرام، شكرا. اتفضلي. ناخد إلي بقى معانا. يلا إلي، عرفيني بنفسك الأول، اسمك ايه وعندك كام سنة؟ انا اسمي إلي أشرف، عندي 8 سنين، بحب التمثيل جدا جدا وبغني وبحب ما كمان الرسم. الممثل صوته عالي صح؟ نعلي صوت، نعلي صوتنا شوية. انا إلي عندي 8 سنين، بحب التمثيل من وانا صغيرة، نفسي أبقى ممثلة، وبحب كمان الرسم والغنى. طيب يا إلي، انت مجهزة مشهد ايه بقى؟ هو كوميدي. طب يلا بالليل نشوف، اتفرجي هتشوف تحكم، انا مش عارفة. يلا
يعني يابا نفسي اتقطع يا ناس ناس، هما فين الناس دول؟ ما كله راح مع اللي راح، يعني يا ربي لو بقول ان انا هكبر واسافر واشتغل على سفينة كبيرة تغرق، ده المنحوس منحوس وحط على راسه فلوس، طب اعمل ايه دلوقتي ولا اروح فين؟ اصلا انا فين؟ ايه ده؟ موبايل ولا حاجة لأمي؟ الحمد لله جرس. انا يابا سامعني؟ حبيبة جت تفرح ما لقيتلهاش مطرح. انا يابا سامعني؟ عايزة ايه؟ بطاقة التمويل؟ تعملي ايه يابا بطاقة التمويل؟ استلفتي بالجرات لأزازة زيت؟ ولا لما إلي ترجع ترجعها لك. عايزة ايه؟ ايه؟ انجرام؟ ده معجون حلقة؟ عجرم؟ تعملي ايه يا مبروك النانسي عجرم يا تعرفك اساسا؟ انستجرام. تعملي ايه يا مبروك ده؟ عايزة ايه؟ واتس سيب. تعملي ايه يا مبروك سيب ده ومين اللي سيبه؟ واتساب. تعملي ايه يا الواتساب ده؟ تشير الكرسي من ايه جسس وتشير؟ انت عايزة كرسي يابا؟ تعملي تشير يابا انا في ايه ولا في ايه؟ عايزة تعملي تشير ليه يابا؟ انا في مصيبة الحقيقي. الو الو ايه اللي لفه ده رصيدكم ده؟ حولني مالي انا عايز امي حولني لامي. يوه كل شويه لفه ده رصيدكم ده لفه رصيدكم، هو رصيدي ولا رصيدكم؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ ولا هلاقيها من رصيدكم ولا هلاقيها من امي اللي كل شويه على الفيسبوك والانستجرام، ولا هلاقيها من المصيبه اللي انا فيها دي؟ لا وايه مشغوله بقصه الزيت بس مش مهم، ربنا موجود يا رب يشغلك يا رب ساعدني. ايه ده انا شايفه السفينه هناك ايه؟ يا ريس يا ريس. برافو عاش نايس. برافو. على فكره انا كان اول مره اشوف المشهد ده كان امبارح، انا ما اعرفش وانت مش عارفه في التمثيل خالص ومش عارفه. مشكورك جدا يا ايلي، شكرا ليكي. مشاهدينا، لا قبل ما نطلع لفاصل اسالك سؤال، عاوزاك تكلمني الاول عن مشاريعك المستقبليه سريعا يعني. بس هنستقبل معانا بطله السكواش، تتفضل لما كمل بقى انا معاك. ان شاء الله في عملين كده ان شاء الله يعني كبار جدا، يعني ان شاء الله في سيت كوم ده هنصوره ان شاء الله في اسكندريه على اول الشهر، بس مش هقول تفاصيل يعني اكيد طبعا. وفي بس هو انفراد يعني في سيت كوم على اول الشهر هيكسر الدنيا. وفي فيلم شغالين على ورق مع المنتج، بنعدي شويه حاجات وان شاء الله برضو يبقى قريب يعني فيلم سينما ان شاء الله يعني. ان شاء الله طبعا بالتوفيق، واكيد هيكون لنا حلقه نتكلم ونشوف ايه المفاجاه اللي ان شاء الله. معانا بقى لاول مره واول موهبه تظهر معايا في البرنامج بطله سكواش، كانت البطله الثالثه على الجمهوريه تحت 7 سنين، صح كده؟ طبعا نتعرف بيكي الاول، عرفينا بنفسك اسمك وسنك. لما وعندي 7 سنين، ويعني انا بحب السكواش والمهاره بتاعتي السكواش. ما شايفاها كمان واخده شهاده من الاتحاد المصري للسكواش ما شاء الله، انا يعني بطله الجمهوريه. اشوفها طيب اشوفها مش هاخدها. ومعانا كمان تعالي مهرجان الاتحاد المصري للسكواش. طيب كلميني بقى عن البطولات اللي انت خدتيها، قولي لي بداتي ازاي؟ بداتي من سن كام سنه الاول؟ بدات من سن 5 سنين، وبصراحه انا كنت بحب السكواش وكنت نفسي اتدربه، كنت بقعد اتفرج على اخويا، وفي الاخر يعني دخلت وفضلت العب. والكابتن بشكر كابتن احمد سراج وكابتن مسعد، هما الاثنين اللي كانوا بيحاولوا يخلوني بطله، كان نفسهم برضو يعني اللي انا اطلع الاولى كده. متفوقين في مجال الرياضه، احنا طبعا عندنا ابطال كتير زي احمد براده ورامي عاشور، صح كده؟ مين مثلك الاعلى في السكواش ولا لسه ما تعرفيش؟ نعم؟ لسه ما تعرفيش، خلاص نعدي السؤال كملي. وهو كابتن مسعد هو برضو اللي دخل معايا البطوله. انت قلتي لي بداتي من سن كام؟ 5 سنين. وانت دلوقتي؟ 7. طبعا هي طبعا اللعبه دي كانت منتشره في الولايات المتحده اكتر من هنا، بس انا بصراحه يعني سعيده بيها جدا، فرحانه بيكي قوي وبرافو عليكي. وطبعا اتمنى ليكي بطولات اكتر واكتر ان شاء الله، وتتفوقي في مجالك تبقي بطله قد الدنيا. طبعا انت بطله الجمهوريه تبقي بطله عالميه ان شاء الله. بشكرك جدا يا لمى، اتفضلي.
لا عاوزه تقولي اي حاجه تاني؟ اتفضلي. شكرا. هنستقبل معانا حبيبه موهبه في الرسم صغيره. احنا قلنا عايزه اقول بس حاجه. قول. اه اتفضل. طبعا بجد في عظمه هنا يعني، يعني الناس دي والاطفال اللي قبليهم الاثنين والبنوته ما شاء الله عليهم، ان شاء الله بجد. لسه بقى هنشوف حبيبه كمان. حبيبه نزلي طيب الرسومات الاول وعرفينا بنفسك اسمك ايه. عندي 8 سنين وانا موهبتي الرسم والاستعراض. برافو كملي. وانا اقدم لكم رسوماتي. برافو. احنا اولا عاوزين نقول زي ما انا سالت حبيبه ان الرسومات دي هي مش بتشفها، هي عندها موهبه الرسم من وهي عندها 5 سنين وحابه تسكن موهبتها دي. وريني الرسومات الاولى بتاعتك فين. وريني ورا. يعني هي بدات كده، بدأت كده، مش عارفة الكاميرا جايباها او لا، بدأت كده وبعدين اشوف بقى انا وبعدين كده. عظيم. وبعدين بدأت بقى ايه تبقى بروفيشنال شوية ما شاء الله عليها بجد. ولسه كمان كام سنة كده تبقى حاجة كده كده. ظاهرين يبصوا لتحت كده. اوكي كده ظاهرة تمام. وعندنا رسومات كتيره جدا جدا. طبعا هي زي ما بقولك مش بتشف زي بعض الاولاد، فده انا شفته. هي بتشوف رسومات ويعتبر بتنقلها او بتنقل بتعمل زيها. برافو عليها. مين اللي اكتشف فيكي الموهبه دي؟ وقفي في النص. مامي اكتشفت فيا الموهبه دي. ترسمي من انت 5 سنين بس هتكملي صح كده؟ قولي بقى انت عاوز ايه. انا يعني احنا دايما يعني كمجتمع يعني مش بنهتم بالاطفال ولا يعني بنهمل يعني في كل حاجه، وده للاسف بيأثر على مستقبلنا احنا كدوله وككل حاجه. فصدقوني في عظمه بجد يعني، الاطفال دول ليهم مستقبل كبير طبعا وهيأثروا. يعني اهم حاجه الاهتمام بيهم. بالظبط. عشان كده بقول لك احنا مش بنهتم بالاطفال، فعشان كده احنا دي النقطه اللي اتكلمنا فيها وانا فعلا بعاني من النقطه دي جدا. يعني معايا مواهب كتيره نفسي توصل وما بتوصلش. هنستقبل معانا كمان فرح في التمثيل. فرح كانت شويه في خوف بقى، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. شوف. لا مش يلا. كله فرح. عرفينا بنفسك، عرفي المشاهدين لاول مره بيشوفوكي. انا اسمي فرح مجدي، عندي 10 سنين، بحب امثل واعمل اعلانات وكتير، يعني بعمل تيك توك وحاجات كده يعني فيديوهات. برافو. طيب انت هتقدمي لنا مشهد ايه؟ انا هقدم مشهد من نيلي وشريهان. اولا مش عاوزاكي تخافي خالص، يعني مفيش حاجه، مفيش حد بيضرب هنا. طيب يلا نبدا. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يا نيلي اللي معاش فلوس؟ ده انت لو جبتي، ده انت لو بعتي بس حاجه من معاكي جوه دول، شنطه، جزمه، ساعه، نضاره، جيبي اكبر من الشقه دي. كويس يا شريهان ان انت فتحتي الموضوع ده. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايه من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك كويس قوي، انا حافظه حاجاتي بيس بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه ناقصه، سواء من شبهاتي، لبسي، جزمي، الجولي بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان ما ينفعش حد يلبسهم بعدي. انا ممكن حتى اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم بعدي. وفي وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. ام اي كلير؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده دفن معايا عادي. برافو عليكي. برافو شطوره. بشكرك جدا. طبعا احنا هناخد عنها كلمه سريعا. كلمني، هي لسه اول مره تقف قدام الكاميرا، فسريعا كده عاوزاك تقول لها حاجه. ما تخافش. بالعكس يعني شطوره جدا وما شاء الله عليكي، والله ليكي مستقبل يعني ان شاء الله. الاهتمام بيهم يا جماعه. انا شايف ان احنا بجد يعني شايف ان هو يعني اصلا ما نقولش ده خايفين، ده هم مش خايفين، هم شطار جدا وما شاء الله حافظين. هو يعني ينقصهم شويه تكنيك، حاجات بسيطه كده. رولز خاصه بالوقفه. البركه فيك بقى يا بلال قدام الكاميرا. البركه فيك بقى ان شاء الله. طبعا انا بشكرك جدا يا فرح، وبشكرك جدا يا بلال. كنت منورنا النهارده. لو حابب تقول رساله هقول ان كل الاطفال دول هيفتكروكي لما يبقوا نجوم في المستقبل. لان كان ليك الرياده في ان انت تكتشفيهم. ونهتم بالاطفال.
جدا، لان دول هيبقوا حاجه عظيمه جدا في المستقبل، ان شاء الله و يعني ما نهملش ده بس. ان شاء الله. مشاهدينا انتظرونا فاصل وهنرجع لكم بسرعه.